تاني ان هم مش هينجحوا، انها ما تطمعش في حق حد مش هيلاقيها. مبدئيا انا شايفة ان عندها سنة هايلة، فيها نجاحات، فيها مكاسب مالية كبيرة. هي برج الميزان ورقمها، يعني انا بحسب من خلال رقم اليوم اشوف ان هي رقمها السنة دي عندها نجاحات ومكاسب هايلة ان شاء الله، بشرط ان هي تجتهد، وهي طبعا يعني فنانة مجتهدة جدا، وانها تعمل اللي عليها وفي نفس الوقت ما تطمعش. ده شرط يعني انها ما تطمعش في حق حد يعني. بس لكن ترجع لحسام، نصيحتي ليها ما ترجعش لحسام. انا اتسألت السؤال ده اول مرة اتجوزت وقلت لهم انه مش هينجحوا، لما رجعوا لبعض تاني قلت تاني ان هم مش هينجحوا وبرضو فشلوا. السبب في كده ايه؟ رغم ان هو جوزاء، والجوزاء بيمشي حلو جدا مع الميزان، لكن الارقام هنا ارقامهم بتعمل دايما احباط مع بعض. هي مولودة يوم 8 وهو يوم 31، فالرقم 8 مع 31 بيعمل احباط على طول، مهما يحاولوا هيبقوا محبطين، لان كل واحد فيهم منتظر من التاني حاجة مش لاقيها، مش هيلاقيها.